إذن فقرتنا الأولى، ولما منقول عنوان الإدمان على الأدوية والمسكنات نسأل شو هو الحد؟ هذا السؤال اللي رح نطرحه في افتتاحية حلقتنا حتى نعرف أكثر عن عالم واسع موجود وبعيش معه أو بيعاني منه كتار. كتار مصطفى، ومين فينا ما بأخذ على الأقل مرة بالجمعة واحد من أنواع المسكنات؟ وفعلا هيك رح نتحدث أو نسمع أيضا الإجابات المهنية عن هذا العالم، عن المسكنات، المنبهات، وأيضا الأدوية المساعدة على النوم. حبوب مثل ما ذكر مصطفى قد تكون ذات استخدام يومي أو أسبوعي وبدون ما نعرف شو ممكن تكون فعلا إسقاطاتها على الجسم والصحة. رح نسأل عن هذا الموضوع لأنه ممكن يكون فيها الكثير من المخاطر. ومعنا عن هالموضوع الصيدلي طارق عرطول. أهلا وسهلا فيك. حياتنا طارق. طيب، كلنا بناخذ أدوية مسكنات على الأقل مرة بالأسبوع، في ناس اللي بتاخذ على مستوى يومي، وبنسأل السؤال اللي مصطفى افتتح فيه، شو الحد يعني؟ وانت بنعرف إذا إحنا مدمنين أو إحنا بالمساحة الآمنة؟ اوكي، عشان نحكي عن هذا الموضوع، موضوع الادمان، كمان لازم نفصل شوي بين الادويه، لانه مش كل الادويه المسكنه الاوجاع او اللي بتساعد على النوم هي من نفس العيله، اذا بنقدر نقول. فعندنا الباراسيتامول والاوبتالجين، الماده اللي هي ديبيرون الماده الفعاله، والاوبتالجين اللي الكل بيعرف هذا الاسم، اللي هي عمليا ادويه تنعد ادويه اجمالا بسيطه. عندنا عيله ثانيه اللي هي الانسيدز، مثل الماده الفعاله بسيطه، يعني ما بتخليك تدمن عليها. لا، اجمالا ما في ادمان اللي هو ادمان قوي، اذا بنقدر نقول. عندنا العائلة الثانية اللي هي الانسيدز، اللي هي يمكن الكل بيعرف المادة الفعالة إيبوبروفين، الموجودة بالأدفيل أو بالنوروفين إذا بنحكي عن الماركة التجارية. وعندنا الأدوية اللي هي أقوى من هيك، إحنا عم نحكي صرنا عن الأوبيويدز اللي هن المورفين ومشتقاته. وهون فعلا إذا بنحكي عن الإدمان، هون بصير عندنا حالات إدمان اللي هي إدمان قوي بنعد. وين الحد؟ كيف بعرف إنه صارت العادة مبالغ فيها أو بلشت أوصل لمحل اللي بطلت الرجعة مضمونة بنفس المنطق؟ معروف طبعا، معروف ان لكل دواء في عوارض جانبيه، لكل دواء حتى الباراسيتامول هو الاكامول ممكن يصير عندنا عوارض جانبيه. فاذا كان عندنا عم نشوف حالنا انه احنا عم نستهلك ادويه لوجع الراس، لاي وجع ثاني بنسبه اللي هي عاليه، اذا عم نحكي عن مره بالجمعه، احنا عم نحكي عن حتى بهاي الجرعه مره بالجمعه، عم نحكي على شيء اللي هو عالي وممكن له اضرار. طب هو في ناس بيستعملوا الموضوع بشكل يومي؟ هذا اللي انا مستغربته. طبعا بشكل يومي احنا عن جد عم نحكي على استهلاك اللي هو اجمالا هو استهلاك عالي. طبعا اذا ما في له داعي، يعني مثلا وجع الراس، ممكن نتفادى الوجع هذا بطرق ثانيه. إذا إحنا بنعرف إنه في شغلات تسوينا وجع راس مثل الحم أو التلفزيون أو إيش، ممكن نتفاداها ونتغاضى إنه نأخذ عمليا الدواء. إذا بنحكي عن الأوبيويدز اللي هن المورفين ومشتقاته، فإحنا حكينا إنه هنا في عنا حالات اللي هي إدمان بتصير أصعب. لازم هنا نميز بين حالتين إدمان إذا نحكي على إدمان. الحالة الأولى هو عملية إنه الجسم بحاجة للدواء. شو يعني الجسم بحاجة للدواء؟ يعني أنا عندي مرض مزمن معين اللي أنا بسبب لي وجع، اللي هو وجع اللي عندي إياه على طول، في عوارض جسدية بتقول لي، فأنا بحاجة آخذ الدواء. مش أنا مش عم باخذه لسبب ثاني، أنا بحاجة آخذ الدواء لأنه أنا عندي دواء معين، وجع معين، أنا بدي أدوية بهذا الدواء. فإذا أنا أخذت على سبيل المثال واحد من مشتقات المورفين، لا هذا الوجع ما في مشكله، بس ايش بيصير اجمالا؟ انه الجسم بتعود على هذا الليفل حتى الدواء بالضبط، فانا بصير الجسم يحتاج لكميات اعلى من الدواء عشان اصل لنفس النتيجه. بس هون بعد ما عم نحكي عن ادمان، هون انه الجسم بحاجه للدواء عشان يعالج نفسه او اقدر اصل لمستوى تسكين الوجع. يعني جسمي عم بطلب الدواء، ما في مشكله حتى لو اخذته كل يوم، مش عم بدمن عليه. اذا عم نحكي عن المورفين ومشتقات يعني، طبعا بالجرعه المطلوبه بدمن عليه. اذا انا بكون مارق من حد خزانه الادويه، بقول يلا بدي اخذ حبه، هيك بتصير الموضوع بدون حاجه حقيقي. بدون حاجة، أو إذا بنشرح شو هي الحاجة إذا بدنا نحكي عن أوبيويدز ومشتقاته. الحاجة هي إنه الجسم، إنه هاي الأدوية بتعطي على جنب الفعالية ضد الوجع، هي بتعطي كمان إنه حالة نفسية جدا مريحة وجدا حلوة. فهون بصير الإدمان، إنه المريض أو المتعالج بأخذ الدواء، بس الدواء عمليا عم بيسوي له حالة نفسية حلوة وممتعة إذا بنقدر نقول. فعشان هيك بصير الإدمان على هاي الأدوية. يعني بأخذه عشان التأثير النفسي أو الإفكت اللي بيعمله الدواء على المستوى النفسي. بالضبط، وهون فعلا بيعطي نتيجة أو نفسية حلوة، فعشان هيك بصير الإدمان. وبهاي المرحلة بصيرش الوجع هو اللي خلينا ناخذ الدواء، انما الحاله النفسيه اللي انا بدي افوت فيها. فهون بصير نعرف انه في ادمان، وبتصير عند المتعالج عشان يحصل على الدواء ويحصل على هاي النتيجه، بتصير كل الوسائل متاحه ومبرره. فبصير ممكن يروح على اكثر من طبيب عشان يقدر يحصل على روشتة ويجيب هذا الدواء، ممكن يروح على اكثر من فرماشيه. نحكي ادمان،
إدمان بكل معنى الكلمة. لغاية تبرر الوسيلة ببعض الأحيان حتى إذا نكون هيك متطرفين طبعًا. بالوصف. خلنا أروح على سؤال تاني. هل في يعني إحصاءات أو معطيات اللي بتقول وين إحنا اجتماعياً، بمعنى أي أنواع منبهات مجتمعنا العربي فيه نسبة إدمان أعلى، أو هل في شيء مرتبط بعاداتنا الاجتماعية بكمان بأنواع المنبهات؟ يعني المجتمع العربي وين موجود بخارطة استخدام هاي الأدوية؟ صراحة ما عندي معلومات عن مجتمعنا العربي، بس من ناحية الإدمان عن الأدوية معروف كمان حسب الأبحاث إنه المجتمعات أو الناس اللي هن عندهم نسبة فقر معينة أكثر فهن معرضين أكثر لأنهن يدمنوا على الدواء، أو الناس اللي عندهم حالات اكتئاب معينة فممكن يكونوا بلجأوا له وكأنه للدواء عشان يقدروا يغيروا، وكأنه بكون عندهم من قبل ما ياخذوا دواء أرض خصبة اللي هي جاهزة للإدمان، وكأنه لأنهم يكونوا في هذا المحل. طب يعني السؤال طارق، لما إحنا بنحكي إدمان بنعرف إنه عشان الإنسان يطلع من هاي الدائرة بده صيرورة إقلاع عن الإدمان، هذا بتقدم نفس الأساليب اللي بتعاملوا فيها مع مدمنين على أمور أخرى لحتى يطلعوا من هاي الدائرة؟ هو علاج الإدمان عن الأوبيود هو إجمالاً أسهل من مواد أخرى، بس طبعاً كتير صعب على المتعالج أنه يسويها لنفسه. في نقطتين مهم نشرحهن. إذا المتعالج نفسه بده يوقف الإدمان، المفروض يعرف أنه ممنوع يوقفه مرة واحدة. إذا وقف هذا الدواء مرة واحدة رح يصير عندنا عوارض سلبية، وكأنه الجسم بفوت إذا أحسن الإنجليزي بحالة شوك، اوكي، فهو بتظهر عندنا عوارض مثل ارتفاع ضغط الدم او وجع العضلات اللي هو بيكون وجع شديد. فبهاي الحاله المتعالج صعب عليه يوقف الدواء اذا وقفه مره واحده. اذا بدنا نوقفه المفروض يصير الشيء بشكل تدريجي، وطبعا اذا بيكون مع اخصائي بيكون احسن. وفي كمان اليوم مراكز اللي هي بتساعد المريض على الخروج من هذا الادمان، اللي بصير عمليا باغلب الحالات انه بيعطوه دواء اللي هو شبيه للمواد اللي هو بياخذوها، بس الافكت تبعه بيكون اقل شوي، وعمليا بيشتغل لفتره طويله زمنيه اطول شوي، وشوي شوي بصيروا ينزلوا بالجرعه اللي المتعالج بياخذها، فهيك شوي شوي بيطلع من حاله الادمان اللي هو كان فيها. طيب مبدئيا طارق، الناس عموما واحنا من هنقاط قد يعني ممكن نسمعك أكثر بكثير مما نقرأ شو بيرافق الدواء من إرشادات بخط صغير، وكمان بيكونوا كاتبينها بخط غير مقروء. لما بنحكي أعراض جانبية، لما بنقول في أذى ممكن يسببه، أولا هل في أذى عام يعني علي وعلى العفاف ممكن يكون نفس التأثير؟ وهل إذا أنا ممكن أكون بعاني من وضع صحي خاص ممكن يكون تأثيرات أكبر لأنواع المسكنات إذا أنا بدمنها؟ هو سؤال وسيع شوي، عشان هيك خدنا يعني شوي 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 شوي. ممتاز. إذا نحكي عن الأعراض الجانبية بدي أبلش زي ما حكيت، فيش دواء اللي هو خالي من الأعراض الجانبية. إذا في دواء فيش عنده أعراض جانبية معناته دواء ما بيشتغل، أوكي ما بفيدنا. إذا بنحكي عن الباراسيتامول اللي هو الأكامول، عادة بنعد دواء آمن جدا. إذا بناخذ منه بجرعة أكبر من اللازم، أكبر من الجرعة الموصى بها، فبهاي الحالة ممكن يصير عندنا ضرر بالكبد. أحيانا تظهر هذا الضرر بالكبد حتى بجرعات اللي هي بالجرعات القليلة ونسبة قليلة بس ممكن تظهر. إذا حكينا عن الديبيرون اللي هو الأوبتالجين اللي الكل بيعرفه، كمان دواء نسبيا آمن جدا. من ناحية العوارض الجانبية كمان عارض نادر جدا إنه يكون، إنه ممكن يقلل من مستوى خلايا الدم الموجودة عندنا، كمان دور حالة نادرة جدا بس ممكن تحصل. إذا بنحكي على الدواء اللي هو مشكلجي أكثر من ناحية العوارض الجانبية، فعنا عائلة الإنسيدز مثل الإيبوبروفين اللي هو موجود بالماركة مثل نوروفين أو أدفيل، اللي هون عن جد في عنا عوارض المفروض الكل يعرفها، اللي هي ممكن يضر بنسبة عالية إجمالا بعمل الكلى، ممكن يؤدي لجروح بالجهاز الهضمي ونزيف دموي نتيجة لذلك، وممكن يعلق الضغط. فعشان هيك كمان مرضى القلب المفروض انه يتحاذوا اخذ هاي الأدوية. فاذا نحكي عن الانسيدز، من المفضل انه المرضى اللي عندهم مشاكل بعمل الكلى مثل مرضى السكري ومرضى القلب او اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي يتفادوا هاي الأدوية. من ناحية الأوبيز المورفين ومشتقاته، فطبعا هون عنا عوارض جانبية نسبيا كبيرة. عارض جانبي اللي هو مش كتير خطر بس ممكن ضايق المتعالج هو الإمساك، ممكن يصير إمساك قوي جدا. عشان هيك مهم جدا لما نبلش نأخذ هاي الأدوية نأخذ كمان دواء ضد الإمساك مع بداية تحسبا، اللي هو بخفف كثير إنه يصير إمساك
بهذا الدواء. طيب نعم، لانه يعني الادويه موجوده بكل بيت، بنتامل انه عن جد الكل ينتبه لهي الارشادات او على الاقل يستشيروا دائما الصيدلي او الطبيب المعالج. وبقي انه نقول يعني للي سمعوا طارق وانضغطوا تاخذوش حبه مسكن، يمكن يكون بس بدايه لتغيير نهج بالتعامل مع هاي الانواع من الادويه. طارق عرطول كان مفيد جدا، شكرا لك. شكرا لكم.